بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث لا يزال موصولا مستمرا في الكلام على التوحيد، على توحيد العبادة وما ينافيه أو ينافي كما له الواجب من الشرك. وقد استعرضنا بالأمس بعض الأمثلة والأنواع في الشرك في العبادة، ومن الأمثلة الشرك في العبادة من الأمثلة والأنواع الشرك في الطاعة، الشرك في الطاعة. والشرك في الطاعة هو أن يطيع مخلوقا في معصية الله من تحليل حرام أو تحليل حرام، سواء كان هذا المخلوق عالما أو عابدا أو رئيسا أو ملكا أو غيره. وأن يطيع مخلوقا في معصية الله من تحليل حرام أو تحريم حلال، سيكون بذلك قد اتخذه ربا من دون الله، لأن التحليل والتحريم من خصائص الربوبية، من خصائص الله عز وجل. فالمشرع هو الله سبحانه، وهو المحلل والمحرم. قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. والآية في أهل الكتاب اليهود والنصارى، والأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تلا هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فقال علي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا فأسلم، قال: لسنا نعبدهم يا رسول الله، لسنا نعبد أحبارنا ورهباننا، لسنا نعبد العلماء أو العباد. فقال النبي، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن طاعتهم في التحليل والتحريم هو عبادة لهم من دون الله واتخاذ لهم أرباب من دون الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه، ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادته. أو أليسوا يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم واتخاذهم أرباب من دون الله إنما هي طاعتهم في التحليل والتحريم، يعني يعتقد أن له حق التحليل والتحريم. هذا العالم وهذا العابد وهذا الرئيس يأمره بالمعصية فيعتقد حلها، يعتقد أن له يطيع في تحليلها، يعني يحل له الخمر فيعتقد حله، مثلا يحل له الزنا فيعتقد حله، يحل له نكاح المحارم فيعتقد حله، وهكذا. أما طاعتهم في المعصية من غير اعتقاد حلها فلا يكون عبادة لها من دون الله، بل يكون معصية. إذا أطاع العالم أو أطاع العابد أو الرئيس معصية من دون اعتقاد حلها، لكن أطاعه اتباعا للهوى وطاعة للشيطان
ويعتقد أنها ليست حرام، أن هذه المعصية ليست حلال، حرام، لكن أطاع هذا الرئيس أو هذا العالم أو هذا العابد طاعة للهوى، طاعة لهواه وشهوته أو خوفه. المقصود أن الشرك في الطاعة هو أن يطيع المخلوق في المعصية من تحليل حرام أو تحليلها، يطيعه في تحليل المعصية الحرام أو تحليل الحلال. أما إذا أطاعه في المعصية من دون اعتقاد كلها فإنه لا يكون شركا ولا عبادة من دون الله، وإنما يكون معصية، معصية من جنس المعاصي. إذا أطاعه، إذا أمر بشرب الخمر فشربه يكون مرتكبا لكبيرة، وإذا أطاعه في تحليل الخمر يكون قد اتخذه إلها وربا من دون الله. فرق بين الأمرين، فرق بين الطاعة في التحليل والتحريم والطاعة في المعصية من دون اعتقاد كلها. فالأول الطاعة في التحليل والتحريم يكون شركا وعبادة لله من دون الله، والثاني طاعته في المعصية من دون اعتقاد كلها يكون معصية. ومن الأنواع والأمثلة الشرك في العبادة، الشرك في الطواف، وهو أن يطوف بغير بيت الله تقربا لغير الله، كما يطوف بقبر ولي، بقبر رجل سواء كان وليا أو غيره، سواء كان صالحا أو غيره، يطوف به تقربا له يكون شركا. كما يطوف بحجره النبي صلى الله عليه وسلم تقربا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يطوف بقبر البدوي تقربا للبدوي، أو يطوف بقبر الحسين تقربا للحسين، أو يطوف بقبر زينب تقربا لزينب، أو يطوف بقبر النفيسة تقربا للنفيسة، أو يطوف بقبر ابن علوان تقربا لابن علوان، أو يطوف بقبر عبد القادر تقربا لعبد القادر. فهذا الشرك العفو، الشرك في الطواف، لأنه صرف الطواف وهو عبادة لغير الله عز وجل. قال الله تعالى: ثم لأوا كفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يطاف بغير بيت الله، ولا يطاف بغير الله، ولا يطاف بغير بيت الله. أما إذا طاف بغير الكعبة تقربا لله لا لغيره، كمن طاف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم تقربا إلى الله، يظن أنه لا بأس أن يطاف بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو طاف بقبر البدوي تقرب إلى الله لا للبدوي، أو طاف بقبر الحسين تقرب لله لا للحسين. فهذا يكون مبتدع، ما يكون مشركا، لأنه ما طاف لغيره، طاف لله، لكن المكان الذي طاف به مبتدع، المكان الذي طاف به لا يطاف به، ليس هناك شيء لا يطاف به إلا الكعبة. فإذا طاف لله في أي مكان غير الكعبة يكون مبتدع، وإن طاف لغير الله يكون مشركا. حتى لو طاف بالكعبة وهو لا يقصد التقرب إلى الله ولا يتقرب إلى غيره لم يكن عبادة لله. والشرك بالطواف، والشرك بالدعاء، والشرك بالذبح، والشرك بالنذر، هذه كلها منتشرة، منتشرة قديما وحديثا عند القبوريين، يفعلونها كثيرا في القبوريين عند قبر قبور من يسمونهم أولياء أو يعظمونهم، تجدهم يشتكون لله ويصرفون لهم الدعاء، يدعونهم من دون الله، يضعون أصواتهم المزيد سؤال المدد، سؤال قضاء الحاجات، تفيد الكربات، يذبحون لهم الذبائح والقرابين، هذا يذبح خروف، هذا يذبح عجل، هذا يذبح كذا، هذا يذبح دجاجة، ينذرون لهم من دون الله، ينذرون لهم
بأرواحها يطوفون بقبورهم يتقربون إليهم، هذه أنواع من الشرك المتشرع عند القبوريين، الدعاء والذبح والنذر والطواف. ومن الأمثلة والأنواع الشرك في العبادة الشرك في السجود، الشرك في السجود كان يسجد لغير الله، وذلك في سجود المريد المريدين من الصوفية للشيخ، الصوفية الصوفي تجده يسجد لمريده، تجد المريد أو الصوفي يسمى المريد، يسمى المريد يسمى السائر إلى الله، سمونا فكم المريدين السالكين، فيسجد المريد للشيخ تقرب إليه. فإذا قيل له في ذلك قال إن هذا وضع الشيخ الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا، هذا وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا، ويسجد للشيخ المريد الصوفي يسجد لشيخه الصوفي ويضع رأسه أمامه ويقول إن هذا إنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعا احتراما وتواضعا. فيقال العبره بالمعالي والحقائق، ولو سميتموه ما سميتموه فحقيقه السجود، فحقيقه السجود وضع الراس قدام من يسجد له. سبحانك الله. ومن سجد للنبي او للشجر او للحجر او للقبر فانما يضع الراس قدامه تقربا اليه، فحقيقه السجود وضع الراس لمن يسجد امام من يسجد له. فاذا سجود المريد الصوفي للشيخ هذا شرك من الساجد والمسجود له. أما الساجد المعشرة حيث صرف السجود وهو عبادة لله، وأما المسجد له حيث رضي بأن يسجد له، رضي بالعبادة فيكون طاغوتا، فيكون من الطواغيت، من رضي أن يعبد من دون الله فهو طاغوت، يكون الشيخ الذي رضي أن يسجد له طاغوت، والساجد أحسن. فإن سجود المريدين من الصوفية بشيوخهم هذا من الشرك. ومن أنواع الشرك وأمثلة الشرك في الركوع، الشرك في الركوع كان يركع لغير الله تقرب إليه، كركوع المتعممين أصحاب العمائم من الصوفية بعضهم لبعض عند الملاقاة إذا لقيه ركع له، وركوع المتعممين أصحاب العمائم من الصوفية لبعضهم لبعض عند الملاقاة هل من الركوع لغير الله. وهذا الركوع يسمى سجودا في اللغة، وفسر السجود بالركوع في قول الله تعالى عن بني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا، ويقول لكم هذه الطرف كل من حيث شئتم ظالم يدخل الباب سجدا وقولوا حطه نغفر لكم خطاياكم وسنجير المسلمين. والمعنى ادخلوا الباب سجدا يعني من حنين، والا فلا يمكن الدخول على الجبهه. وبنو اسرائيل امرهم الله ان يدخلوا القريه من حنين، وأن يقولوا يا حط يا الله حط عنا ذنوبنا واغفرها لنا، ادخل الباب سجدا المعنى ادخل الباب منحنين ركوعا، وإلا فلا يمكن الدخول على الجبهة. هل يمكن يسجد ويدخل؟ يمكن يدخل على جبهته؟ لا يمكن. فمعنى ادخل الباب سجدا أي منحنين. ف
فإذا فسر السجود بالركوع في هذه الآية. لكن بني إسرائيل قوم عتاة تغيروا في القول والفعل. أمرهم الله أن يدخلوا بعد سبيل المنحنين فدخلوا يلحقون على أسفارهم، هذا تغيير الفعل. وبالقول قالوا حنطة، لأن يقول حنطة قالوا حنطة، تغيروا قولا وفعلا. والليل يسمى سجود في اللغة، ومنه قول العرب سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح، سجدت العرب إذا أمالت سجدت الأشجار إذا أمالتها الريح. قال الله تعالى آمرا العبادة أن يخشوه بالركوع والسجود والعبادة: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالركوع والسجود عبادة لا يكون إلا لله عز وجل. ومن الأمثلة والأنواع في العبادة الشرك في حلق الرأس، الشرك في حلق الرأس، وذلك في حلق الرأس للشيخ عند المريدين من الصوفية تعبدا له وتقربا إليه. فإن المريد صوفي من الصوفية يحلق رأسه للشيخ يتقرب إليه. وحلق الرأس عبادة لا تكون إلا في النسك خاصة لله عز وجل في الحج أو في العمرة. حلق الرأس نسك في الحج أو في العمرة لا يكون إلا لله، فهم متعبدا في الحج من منافق الحج. فإذا حلق رأسه لغير لا تقرب إليه كما يفعل الصوفية يحلق المريد ثالث الصوفية يحلق رأسه تعبدا للشيخ وتقرب إليه، هذا شرك منهم. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع وأمر أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم. حلق الرأس نسك مناسك الحج، من متعبدة في الحج لا يكون إلا في النسك خاصة لله عز وجل. ومن أنواع الشرك أمثلة في العبادة الشرك في التوكل، الشرك في التوكل، وهو أن يتوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله. أن يتوكل على غير الله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات الطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو رزق أو شفاعة، فهذا الشرك الأكبر، لأنه اعتماد على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الذين يتوكلون على الأموات أصحاب القبور ويعتمدون عليهم في رجاء مطالبهم من نصر أو رزق أو حفظ أو شفاعة قد عبدوهم من دون الله، اشركوا التوكل. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. أما التوكل على الحي الحاضر الأسباب الظاهرة فهذا ليس من شرك الأكبر، وإنما يكون شرك أصغر. فالذين يتوكلون على الأموات كالذين يتوكل على أمير أو سلطان إذا أقدره الله عليه من رسل أو دفع أذى أو غير ذلك، فهذا نوع من الشرك بما فيه من ميل القلب واعتماده على غير الله. هذا إذا كانت الأسباب ظاهرة، يتوكل على من أسبابه ظاهرة، إن كان معه أسباب ظاهرة يستطيع توكل على أمير أو سلطان فيما أقدره الله عليه. أما إذا توكل على ميت أو غائب في رجاء ما يطلبه من نصر أو رزق أو حفظ ما وراء الأسباب ليس معه الأسباب، فهذا في الشرك الأكبر.
إلا توكل على غير الله الله تعالى وعلى الله توكل إن كنت مؤمن. فتوكل فيما وراء الأسباب يكون شرك أكبر, والتوكل فيما أسبابه ظاهرة يكون شرك أكبر. توكل على من معه أسباب ظاهرة لما فيه من ميل القلب واعتماده على هذا المخلوق. والواجب على المسلم ان يعلق يفوض امره الى الله, وهو اقوى من الرجاء. شهر الرجاء, الرجاء يكون عاديا ويكون حسيا, لكن التوكل اقوى لما فيه من اعتماد القلب وميله الى المخلوق. ومن امثله الشرك في العباده وانواعه الشرك بالسحر, الشرك بالسحر. والسحر هو عبارة عن عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه, هذا هو السحر. الساحر يأتي بعزائم ورقى وعقد تؤثر في ويسحر بها بعض الناس وتؤثر في قلبه بالمرض او بالقتل احيانا او بالتفريق بين المتحابين كالزوجين او الاخوين او غيرهم. عزائم ورقى وعقد وادويه, عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والابدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. وقد يكون السحر عن طريق الادويه والتدخينات وسقي اشياء فقط. والسحر يتصل بالشياطين, يتصل بالشياطين ويتقرب اليهم ويعقد عنهم. هناك اتفاق بين الساحر وبين الشياطين, فيفعل هذه العزائم وهذه الرقى والعقد فيحصل التأثير في القلب في المرض او القتل او التفريق بإذن الله الكون والقدر, بإذن الله الكون والقدر. ولا يمكن ان يضر احدا الا بإذن الله. السحر ما يضر احد الا بإذن الله. قال الله تعالى وما هم بضارين به من احد الا بإذن الله. والمراد بإذن الله هنا الإذن الكوني والقدر للشرع. وقد يكون السحر عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء فضل ولا يفكر بالشياطين, لكنه يفعل أدوية وتدخينات وسقي أشياء فضل تضر في الأبدان ويبتز أموال الناس ويسمى سحر, لأن سلف السحر في تأثير الخفاء, لأن السحر في اللغة عبارة عن ما خفي وناقص سببه, عبارة عن ما خفي ولطف سببه. الشيء الخفي لطيف سبب يسمى السحر. ومنه سمي السحر سحرا لأنه يقع خفيا آخر الليل. ومنه سمي القول بل يسمى القول غير سحرا كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لا سحرا, لما رجل البرير بيان تؤثر في السامعين في الخفاء. ومنه سميت النميمة سحرا لتأثيرها في الخفاء كما في الحديث ألا أنبئكم بالعظ هي النميمة أو قالها بين الناس. قال بعض السلف يسجد النمام في ساعة ما لا يسجد السحر في سنة. فإذا الساحر ولن يعمل عزائم ورقى وعقد ويتصل بالشياطين فتؤثر هذه العزائم ورقى وعقد في القلوب والأبدان بالمرض أو بالقتل أو بالتفريق لهم الحابين. وقد لا يتصل بالشياطين فيتصل عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر.
اختلف العلماء في حكم الساحر، هل يكفر او لا يكفر؟ فذهب الجمهور منهم العلماء الثلاثه مالك واحمد وابو حنيفه الى ان الساحر يكفر، واستدلوا بقول الله تعالى في قصة الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. قالوا فمن تتعلم السحر وتعلمه كفر. قال أصحاب أحمد إلا أن يكون سحره بيده أو تد شمال والسحر يشفي فضر فلا يكفر. وذهب الإمام الشافعي رحمه الله وجماعة إلى التفصيل، وقالوا إذا تعلم السحر فإننا نقول له صف لنا سحرا، فإن وصف ما يوجب الكفر كفر، إن تضمن السحر الكفر كفر، وإن وصف ما لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر، يقول هل تعتقد أنه حلال أم حرام؟ فإن اعتقد إباحته كفر، وإن اعتقد تحريمه فلا يكفر، فإنما يكون مرتكبا الكبيرة ولعلم عظيم الحرم. إذن جمهور ما يفصلون، يقولون إن السحر كفر مطلقا، وأما الشافعي فإنه يفصل يقول لا بد من تفصيل ولا بد من أن نسأل الساحر، فإن تضمن السحر كفرا كفر، وإن لم تضمن كفرا فنسأل نقول هل تعتقد أنه حرام أو حلال؟ فإن اعتقد حل كفر، وإن اعتقد تحريمه لم يكفر ولكنه ارتكب محرما وحلالا، حق التعذيب. الخلاف بين الجمهور وبين الشافعي كيف يكون، مع ان الشافعي وجماعه يرون انه اذا تضمن السحر كفرا فانه يكفر، وكذلك الجمهور. كان هناك خلاف حقيقي، وما وجه الخلاف بين الجمهور والشافعي والجماعة؟ الواقع ان الخلاف بين جمهور العلماء وبين الشافعي والجماعة، بين جمهور العلماء الذين يكفرون الساحر بإطلاق، بين الشافعي الذي يفصل، الخلاف بينهم خلاف اصطلاحي، خلاف اصطلاحي. فالجمهور يرون أن السحر لا يسمى سحرا إلا إذا كان عن طريق الاتصال بالشياطين، إذا كان الساحر يتصل بالشياطين فهذا هو السحر الصاعي، وهذا هو السحر الاصطلاحي، وهذا هو السحر الذي يسمى شرعا السحر. وأما السحر إذا كان عن طريق الأدوية والتدخينات ولا يتصل سحره بالشياطين قالوا هذا لا يسمى سحرا، لا يسميه سحرا لأنه سمى سحرا من جهة اللغة، سحر لغوي، تسميته سحرا تسمية لغوية، فلذلك لا يحتاج الى التفصيل. الجمهور لا يسمون السحر سحرا الا السحر الاصطلاحي، السحر الشرعي الذي يتصل صاحبه بالشياطين، هذا لا يكون الا كفرا. اما السحر الذي لا يتصل صاحبه بالشياطين فهذا لا يسمونه سحرا، لان تسميه السحر تسميه لغويه فلا أحتاج إلى التفصيل. أما الشافعية جماعة فإنهم أدخلوا سحر الأدوية والتدخينات وسقي الأشياء أدخلوها في مسمى السحر، تحتاج إلى التفصيل. الشفاء الجمهور لم يدخلوا السحر اللغوي الذي لا يستطيع عبد الشياطين، لم يدخلوا في مسمى السحر فلا يسمونه سحرا، يقول هذا تسمية لغوية، لا نسمي السحر إلا السحر الذي يقتل صاحبه بالشياطين، وهذا لا يكون إلا كافر.
أن السبع جماعة أدخلوا السحر اللغوي في مسمى السحر فاحتاجوا إلى التفصيل. وعلى ذلك فيكون كل من الجمهور الشافعي اتفقوا على أن الساحر الذي يكون سحره عن طريق الاتصال بالشياطين يكون كفر. وعلى هذا فيكون السحر نوعان. النوع الأول سحر يتصل صاحبه بالشياطين، هذا ثم وليه الساحر الذي يتصل بالشياطين لا بد أن يقع في عمله شرك فيدخل السحر الذي يتصل بالشياطين بالشرك من جهتين، من جهة الاتصال بالشياطين والتعلق بهم والتقرب إليهم بما يحبونه والاتصاف بهيئاته الخبيثة ليقوموا بخدمته ومطلوبه. هذا شرك الشيطان، الساحر يتصل بالشياطين ويتعلق بهم ويتقرب إليهم بما يحبون، قد يذبح لهم فليدعوهم من دون الله يتقرب إليهم بما يحبونه ويتصل بهيئاته الخبيثة من بطول وغيره حتى يقوم بخدمته. فهنا السحر متبادلة بين الساحر وبين الشيطان الجني. الساحر يخدم الجني بالسحريات التي يتقرب بها إليه، دعائه والذبح له يتقرب إليه بما يحب، والجني يخدم الساحر بما يطلبه منه يساعده على لطم المشروع، يساعده على أعماله السحرية. وبينه خدمة متبادلة، ساحر يخدم الجني الشيطان بالتقرب إليه بما يحب، والجني الشيطان يخدم الساحر في إجابة طلباته، يجيب طلبه يستجيب له، إذا أمره يطلب المشروع لطم، إذا أمره يفعل كذا فعل كذا وهكذا. فالسحر الذي يتصل صاحبه بالشياطين، الساحر الذي يتصل بالشياطين يقع في الكفر من جهتين، من هذه الجهة، الجهة الأولى اتصاله بالشياطين والتعلق به والتقرب إليهم مما يحبون والاتصاف بهيئاته الخبيثة حتى يقوم بخدمته. الجهة الثانية دعوة الساحر لعلم الغيب، ودعوة علم الغيب كفر وردة، هذا مشاركة لله في علمه الذي اتصله. قال الله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون. هذا الساحر الذي يتصل بالشياطين. أما الساحر الذي لا يتصل بالشياطين فهذا يكون سحره عن طريق الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر، يأتي بأدوية وتدخينات وسقي أشياء تضر حتى يرتجع أموال الناس، ما يجد له شركة بعض الناس وإيمانه ضعيف فيتصدى لعلاج الناس، فيأتي الناس فيأتي بأدوية وتدخينات فيأتي بأصفار وألوان، فإذا جاءه المريض أعطاه شيء من الأصفار والألوان قال هذا استعمله للشراب وهذا للدهون وهذا للاستنشاق ويستجلب أموال الناس. وقد تمر هذه الأدوية، قد تعطي أدوية وقد يدخنه بتدخينات تنشقه، فقد تضر بعض الناس وقد تقتل وهو يستجلب أموال الناس. فهذا يستحق التعذير البليغ من قبل الحاكم الشرعي، إذا رفع المحكمة يجتهد الحاكم في تعذير والضرب والسجن، وقد يصل التعذير إلى القتل، قد يصل التعذير إلى القتل إذا كان شره لا يندفع إلا بذلك. هذا إذا كان الساحر داخل في الشاطئ، هذا يصل سحر الأدوية والتدخينات وسقي أشياء تضر. واختلف العلماء
في حكم السحر. ذهب الجمهور إلى أن حد السحر القصر، واستدلوا بحديث حد الساحر ضربه بالسيف أو ضربة بالسيف، ثبت عن عمر كتب إلى عمر هل يدخل كل ساحر وساحر وفي ثلاث الفواحر، هذا عن بجانب عبده أن عمر الخطاب كتب يعني أنا نفسه كل ساحر وساحر، قال فقتلنا ثلاثة واحد. وصح عن أخطأ أنها أمرت بقتل جارية لها الحرسة فقتلت، وكذلك أيضا جندر على حد الساحر في قول ساحر فقط الساحر شارك أزله من الصحابة عمر وبلس الحصر وجندر. وقال بعض العلماء إنه يحبس حتى يتوب او يموت، واختلف القائلون في قتله هل يكون قتله حدا او كفرا، فالجمهور على ان حده يكون كفر يقتل كافر فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يصلى على مسلمه وقابله، هذا اذا كان سحره عن طريق الشياطين، اما اذا كان سحره عن طريق ادويه التدخينات وسقيه سيعتبر ولم يستحل هذا العكس، إذا استحل إذا استحل، إذا الناس بالمرض أو القتل وأعطي أماله بالباطل كفر، أما إذا لم يستحل ولكن حمله على ذلك الهوى والطمع والجشع وحب المال حمله ذلك على أن صار ينتهي هذه المهنة يفعل أدوية وتدخينات وفقية تضر ويفزع مال الناس، فهذا لا يكون كافرا إذا لم يستحل، أما إذا استحل استحل ذلك كفر، أو كان فعله عن طريق الاستخدام الشياطين فإن هذا لا يكون بالشرك، لا يكون بالشرك وإلى الشيطان والخواحي. ولهذا جاء في الحديث ومن سحر فقد أشرك، ولهذا سماه الله كفرا في قوله سبحانه في قصة الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تكفر بتعلم السحر. فقال صلى الله عليه وسلم واتبعوا ما تكفر الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. واتفق العلماء على أن ما كان من جنس ما كان من الساحر الذي يتصل بالشياطين ويعبد الكواكب ويتقرب اليهم ما هو من خصائص الله ان هذا كفر ورده، ومن ذلك مناجاه الكواكب السبعه ومناجاتها الشمس والقمر والزهره والمريخ وزحل وعطارد ومشتري، فكان يناديها ويناديها هذا الشرك. واختلف العلماء في قبول توبة الساحر هل تقبل توبته او لا تقبل، فقال بعض العلماء تقبل، وقال اخوه لا تقبل في احكام الدنيا، وهذا اذا والصواب انها أنه إذا سلم الساحر نفسه قبل أن يقبض عليه فإنه تقبل توبته في هذه الحالة لأنه غير مستحب، أما إذا لم يسلم نفسه حتى قبض عليه ثم ابتدع التوبة فالصواب أنها لا تقبل توبته في هذه الحالة في أحكام الدنيا، بل لا بد من إقامة الحد عليه كالزنديق كالزنديق ومن سب الله ورسوله أو سب بالله بكتابه أو برسوله أو بدينه فالصواب انه يقتل ولا تقبل توبته في احكام الدنيا، واما في الاخره فامره الى الله، ان كان صادقا في توبته في دعواه التوبه فلا تقبل الصادقين وان كان كاذبا فلا تقبل الكاذبين، لكن في احكام الدنيا
فالصواب أن توبة الساحر لا تقبل، بل لا بد أن يقابل الحج عليه، فإذا قدر عليه ورجع التوبة لا تقبل في الدنيا، بل لا بد من قتله. أما في الآخرة فأعوذ إلى الله. وكذلك الزنديق المنافق، وكذلك من سب الله أو سب الرسول أو سب دين الإسلام أو سب بالله أو بكتابه أو برسوله لا تقبل. ولأن علم، قال بعض العلماء لأن علم السحر لا يجوز بالتوبة. وقال آخر من أهل العلم إنها تقبل توبة استفاء، فإن تاب فلي سبيله وإلا بتبطله. لكن المعروف والمشهور والأرجح هو أن الزنديق ومن سب الله أو سب الرسول أو سب الدين أو الساحر فإنها لا تقبل توبة في أحكام الدنيا زجرا للناس حتى لا يتجرأوا على مثل هذا الكفر العظيم. واختلف العلماء هل السحر له حقيقة أو كله خيال. فذهب بعض العلماء إلى أنه تخيل، ينسب هذا إلى المعتزلة، إلى قوم من المعتزلة، ينسب هذا إلى بعض الأحلاف. والصواب أن السحر نوعان، نوع حق حقيقي له حقيقة، والنوع الثاني تخيل. والدليل على أن منه ما هو خيال تخيل قول الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. وبنيع إلى موسى عليه الصلاة والسلام في قصة السحرة لما وضعوا الحبال والأرسي وهو عليها الزئبق فصار تتلوث الشمس، فموسى عليه الصلاه والسلام اوجس في نفسه صفه موسى وخيل اليه من سحر انها تسعى، فقال الله لا تخف انك انت الاعلى والق ما في يمينك تلقف ما صنعوا انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح السحر كيد ساحر. فالقى موسى العصا فابتلعت كبيره في الوادي من الحيات، فالعصي والحبال التي وضعوها عصي وحبال وضعوها وهي الزئبق وجعلت تتلوث، خيلوا الناس انها حيات وعقارب ولهذا خيلوا الى المسلم انها تسعى. والنوع الثاني هذا ان النوع من الخيال يسحر الساحر، يسحر على الناس فقط، يكون في سحر في عينيه، لكن هذا الشيء الذي يراه ليس على حاله بينما خير. القسم الثاني من السحر او النوع الثاني له الحقيقة، له حقيقة تؤثر في القلوب وفي الأبدان بالمرض وبالقتل بتغيير العقل. ولهذا قال الله تعالى ومن شر النفاثات في العقد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إلى حاسد. فالنفاثات السواحل التي يعقدها العقد وينفثن في عقدهم. فلولا أن السحر حقيقة لما أمر الله بالاستعاذة منه. الخيال لا يؤثر، لو كان خيال في العيون فقط ولا يؤثر ما أمر الله بالاستعاذة منه. فلما أمر الله بالاستعاذة به دل على أن له استعاذة منه، دل على ان له حقيقه. فلولا ان المستفيد حقيقه لما امر الله بالاستعاذه منه ومن شر المستفاد في العقد. وهذا هو الصواب الذي عليه الجماهير، ان السحر قسمه نوع له حقيقه ويسر في القلوب والابدان ويمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، ونوع خيال. وقد ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم سحر فكان يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله. أظن بعض الناس وقد أنكر بعض الناس أن الذي يكون سحر وظن أن هذا يقدح في عصمة عليه الصلاة، وهذا غلط، لأن هذا ثابت في الصحيحين عليه الصلاة والسلام.
وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر في مشتم ومشاطة في وعاء طلع النحل وجعل في بئر في أرواح في صخرة رعوفة تحت بئر ذي أرواح كما هذا الصحيح في مسلم أنا وصفت في مسلم ومشاطة في طلعة ذكر تحت رعوفة في بئر ذي أرواح والمسلم معروف والمشاطة ما يحصل من الشعر حينما ينشط الشعر بالنسب يخرج بعض الشعر هذه تسمى مشاطة ونسبه مشاطة جعله في جسد طلعة ذكر وهو وعاء الطلع وعاء الطلع يسمى الكفرة من وعاء الأم الكافور اللي فيه اللقاح الذي لقح يلقح به النخلة الوعاء فواصل هذا الوعاء وعاء نخل طلع الذكر وجعل في مشط ومشاطة وجعل في رعوفة صخرة تحت بئر ذي أرواح في بئر فكان النبي صلى الله عليه وسلم أصابه شيء في جسده صار يخير إليه أنه يفعل السحر ولا يفعله فجاءه رجلان في النوم جبريل ملكان وروي الانبياء وحي فقاد احدهما عند جبريل عند راسه والاخر عند جبريل فقال احدهما للاخر ما وجع الرجل الامر فقال مطبوب يعني مسحور السحر يسمى طب فقال له طبي والسلام العرب يسمونه السحر طب سحر مطبوب يعني تفاول له بالطيب ثم يسمونه الذي سليم تفاول له بالسلام الذي نادى راس العقرب حي يسمونه سليم هم سليم مريض لكن تفاول له بالسلام فكذلك الساحر يسمونه مسحور يسمونه مطبوب تفاول له بالطيب والسلام قال ما وجع الرجل قال مطبوب قال ومن طبه قال لبيد بن الاعصم فسأله في أي قال في مسلم ومشاطة في جثة طلعة ذكر في بئر الأرواح فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستخرج فذهب إلى تلك البئر واستخرج ثم أمر بها لأهل البئر فدفن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة والله لكأن ماءها من طاعة والله لكأن ماءها من طاعة الحنة ولكأن رؤوس نخلها رؤوس الشياطين فقالت له عائشة أفلا تنشر فقال النبي أما أنا قد شفاني الله وخشيت أن أثير على الناس شرا ولكن ما معناها ولا أثير على شرا على مسلم أو كافر أو ثمان قال عليه الصلاة والسلام وجاء في الحديث في بعضها أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج وفي بعضها أنه لم يستخرج وجمع العلماء بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استخرج الوعاء وعاء اللي فيها فيه السحر وعاء طلع النخل ثم أزيل أمر بالسحر ولكنه لم يستخرج ما في داخل من النصف والمشاطة ثم جاء من الرواية فيه أن استخرج السحر أن استخرج الوعاء الذي في السحر ثم جاء من الرواية أنه لم يستخرج أن لم يستخرج ما في داخل الوعاء ثم أمر بها بالبئر فدفنها ولم يعاقب النبي صلى الله عليه وسلم لبيد بن الأعصم اليهودي وهذا السحر الذي أصاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يحدث في عصمته لم يأت في عصمته ولا في عقله عليه الصلاة والسلام ولا في تبليغه رسالة وإنما شيء يتعلق بأمور الدنيا يتعلق بجسده فيما يتعلق بأمور الدنيا يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعل لكنه لا يتعلق بعقله ولا ب
تبليغه الرسالة ولا يتلقى في أصمت عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الذي أصابه من السحر نوع من المرض كسائر المرض، ونوع من المرض أصابه السحر يتعلق بجسده في أمور الدنيا يخير إليه نوع السحر ولا يفعل، فهو نوع من المرض كسائر الأمراض لا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام كما يظن ذلك بعض الناس. بعض الناس ظن أن هذا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، والصواب أن ذلك لا يقدح في عصمته عليه الصلاة والسلام، وليس له تأثير على تبليغه رسالة ولا عقله ولا على عقله ولا فكره عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا شيء يتعلق بأمور الدنيا وهو مرض من جنس الأمراض. وإذا أصيب أحد بالسحر فإنه يشرع له أن يتنشر وأن يحل السحر، لكن عن طريق الرقية الشرعية، قراءة القرآن والأدوية المباحة والأدعية. أما أن يتنشر ويحل السحر عن طريق السحر فهذا لا يجوز. هذا النصرة مع النصرة معناها حل السحر عن المشروع، حل السحر عن المشروع. وقد عقد لها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد بابا باب ما جاء في النصرة، فالنصرة حل السحر عن المشروع. وقد جاءت روايات أو آثار فيها المنع من المشروع وآثار أخرى فيها الإباحة، جمع العلماء بينهما لأن المنع الروايات والآثار التي فيها المنع محمول على حل السحر بسحر مثله، كما في الحديث لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، لا يحل السحر إلا ساحر، المراد المشروع المحرم. فلا يجوز الإنسان من طلب السحر أن يحل السحر عن طريق السحرة، لا يجوز الإنسان للسحرة ولا سؤالهم ولا تصديقهم، لما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له ثلاث وأربعين يوما. وقال عليه الصلاة والسلام الحديث الآخر: من أتى شاهدا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا سأله عليه هذه العقوبة، سأله ولم يصدقه لا تقبل له ثلاث وأربعين يوما، وإذا سأل وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. ولما سئل النبي عن السحر قال: ليس بشيء، أي أخبره ما يثق به. فحين ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير له أو سحر أو سحر له، فلا يجوز الإنسان يستحر ولا سؤالهم ولا تصديقهم ولا المعالجة عندهم، لأن الساحر لا يحله إلا بسحر مثله، لا يحل السحر إلا الساحر لا يحل السحر إلا بسحر مثله، لكن له أن يحل السحر ويتعالج عن طريق الأدوية مباحة، عن طريق الرقية الشرعية في القرآن تقرأ عليه، الأدعية الشرعية والمباحة لا بأس. وهذا ما يحمل عليه السلام بعض السلف، من سئل بعض السلف كما في البخاري عن سيدنا قال: رجل به طب يعني سحر، أي يحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلا ينفع عنه. يعني لا بأس في حل السحر، لأن حل السحر إنما يراد به الإصلاح، والذي ينفع لا ينهى عنه. والمراد حل السحر عن بالنشرة الشرعية، تنشر بالنشرة الشرعية التي لا محذور فيها، تنشر ويحل السحر عن طريق قراءة آيات من القرآن على المكتوب، أدعية دعوات وقع شرعية لا بأس به، إنما يريدون بالإصلاح
فأما ما ينفع هذا المثال هذا محمول على النسرة الشرعية. وذكر العلماء أمثلة مثال للنسرة المشروعة وهو أن يؤتى بسبع ورقات من السدر فتجق تضرب في ماء ويقرأ فيها الآيات التي فيها بيان السحر يقرأ الآيات الآيات الأربع سورة طه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وآية في سورة طه إنما صنعوا كل ساحر ولا يصف السحر حيث أتى. وآية في سورة يونس قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصف عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. هذه تقرأ في إناء في ماء ويصب على رأس المسحور تنصب بإذن الله ويفرد هذا لابد من الثقة بالله عز وجل والاعتماد عليه حضور القلب عند قراءة الآيات وتكون النفس المريض منفعلة وقابلة. إذا وجدت الأسباب ووفق ذلك ما قدره الله فإنه يشفى بإذن الله. وكذلك الرجل الذي يحبس عن امرأته فلا يصل إلى جماعها هذا يصل يؤتى بسبع ورقات من السدر وتضرب في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي والطواقي قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وهذا مجرد مجرد قد جربه العلماء جربه فيهم مشايخنا وجربت أنا أيضا بنفسي أتى إلي مرات بعض الناس وقال انه محبوس عن امرأته فلا يصل الى جماعه محبوس عن امرأته يعني لا يستطيع ان يجامعها. فقرأت له آية الكرسي والطواقي فاستفاد قال انه استفاد والحمد لله استفاه الله. واخر كذلك وثالث هذا مجرد نقول هذا مجرد قال العلماء انه جيد لان هذا جيد في حبس الرجل على امرأته يعني يأتي بسبع ورقات من السدر وتضرب في ماء ويقرأ فيها آية الكرسي والطواقي قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. وعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يثق بالله وأن يعلق رجاءه بالله وأن يعتمد على الله يطول أمره إليه ويسهل الله يتضرع دائما أن يشفيه المريض يتضرع إلى الله ويسهل الله وكذلك من حوله من أقاربه لا ينسون الدعاء يتضرعون إلى الله لا فالدعاء سلاح مؤمن سلاح مؤمن يدعو ربه ليلا ونهارا يسر الله الشفاء بعث إلى الأسباب قراءة الرقى الشرعية الأدوية لا بأس أن يتعالج الأدوية العقاقير الطبية التي لا محذورة فيها عند الأطباء يستعمل الرقى الشرعية والدعاء والأدعية التي وردت ثابتة من الله رب الناس في الباب وشكية الشافي لا شفاء إلا الشافي صلى الله عليه وسلم يعيده بكلمات الله الثابتة من سبب ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله يرقيك من كل شيء يجيب ومن شر نفسه وعن حسن الله يشفيك بسم الله يرقيك ربنا الله الذي في السماء تقدر تكبر أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء إذا رحمتك بالأرض فقل لنا حبنا على خطايانا أنت رب الطيبين أنت رحمة من رحمتك وسلام شوانك على هذا الوجه استعمل هذه الأدعية الشرعية وهذه التعاملات الشرعية وهذه الرقى الشرعية والآيات القرآنية مع الابتلاء إلى الله والتضرع في الرفيع الشرك ويستعمل أيضا الأدعية المباحة التي لا محذورة فيها عند الأطباء أما هذه السحرة والمشعوذة فلا يجوز الإتيان إليها أبدا لا يجوز السحرة والمشعوذين
لأن هذا رفع من معنويته، رفع من سعيه، والذي قال ليس بشيء، ولأن من أتى إليه متوعد بالوعيد، وهذا الوعيد ما تعرفه صلى الله عليه وسلم لم تقل له صلى الله عليه وسلم، لأنه قد يخبره في الشرك، بعض الناس يذهب عند السحرة فيقول له قد يكون جاهل، علاج مريضك بسيط ما أعرف إنها تأتي بحبش أو ديش أبيض أو كذا ثم تنتحر، توفى مريضه فذهب على كذا ولا تسمى الله أو حتى لا تسمى الله، بعضهم يصرح يقول هذا للشيوخ الشيوخ الجيد والعياذ بالله، هذا من البلاء والمصائب، أغلب على الإنسان دينه لا يجب أن تبع فيه السحر، هذا جاء الوعيد الشديد كما سمعت، من تعرف فسأله عن شيء لن تقبل له صلاة الضعيف أو ضعيف، الحديث الآخر من أتاكاه إذا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على اسم الله ورسوله، فالأمر جد خطير، فالعلاج له طريقان، طريق شرعي وطريق محرم، طريق محرم مفقود ممنوع وهو الإسلام إلى السحر، والطريق الثاني مباح مشروع هو العلاج عن طريق الرقى الشرعية والآيات القرآنية والدعوات المباحة والأدوية والعقاقير الطبية التي لا محظور فيها، وبهذا القدر نهتدي فلن وفق الله جل وعلا لطاعته ورزق الله جميعا على العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. لما بعد فهذا أخنا يقول هل الدعاء يغير القدر؟ الدعاء من القدر، الدعاء من القدر لا يأخذ عن القدر، الدعاء سبب، سبب من الأسباب، فالله قدر السبب والمسبب فلا يأخذ الدعاء من القدر، وجاء في الحديث الآخر أن الدعاء والبلاء في أخر جاء بين السماء والأرض فأيهما أقوى غلب صاحبه، الله تعالى قدر أن يكون هذا الشفاء شفاء المريض بهذا السبب وهو الدعاء، قدر أن هذا لا يشفى بترك الدعاء، المقصود أن الدعاء سبب من الأسباب وهو من قدرنا فلا تجد من القدر. نعم. وهذا يقول في بلادنا أنواع من الشرك، والعامة ليس عندهم من يعلمهم إلا مشايخ الصوفية، هل هؤلاء يعذرون بالجهل لعدم علمهم؟ عليهم أن يبحث، عليهم أن يبحث عن العلم، لا ينبغي لهم أن يستخدموا الصوفية، بل عليهم أن يبحثوا عن العلماء، ولا سيما في العصر الحاضر وسائل الآن وسائل الإعلام تعدل الكلام، يشوفون أنفسهم بالعلماء من طريق الهاتف، من طريق الإذاعة، يسمعون الآن الإذاعات السعودية، الإذاعة السعودية فيها إذاعة في القرآن، فيها نور على الدرب، وفيها فتاوى، يمكن أن يتصلوا بالعلماء هنا في المملكة يكتبون لهم فيستسلمون، لو كانت له حاجة دنيوية فائد حتى يحكم عليها، فلماذا لا يبحث عن دينك ويسأل عن دينك ويسأل عما أسأل عليك؟ فلماذا تكفر بالعلماء؟ ليس مكتوب في العلم، الحمد لله لهم قدرة الاستقامة وطرق متعددة يستطيع أن يستسلم وهم في بلادهم، عن طريق الهاتف، عن طريق المكاتبة، عن طريق الإذاعة، مكاتبة للبريد، للإذاعة، البريد، المقصود أن انهم لا يعذرون بالاستسلام، لا يستسلم للجهل، بل عليهم ان يبحثوا ويسالوا ويستفصلوا حتى يتعلموا دينهم، حتى يبحثوا عما اثر عليهم، وحتى يعبدوا الله على بصيره. نعم. وهذا يقول ما حكم قول بعضهم اني متوكل على الله ثم عليه، هذا سياتي فعلا ان شاء الله عليها، وأن هذا لا بأس به، وإنما الممنوع أن يقول أنا توكل على الله وعليه، هذا من الشرك الأكبر، أما إذا جاء ثم جزوا المحلول. وهذا يقول سجد رجل أمام حجرة النبي، لكن هذا المقصود منها الوكالة، فتسمية التوكل هذا غلط من قائله، الرسول يقول لأن هذا وكالة يعني وكلتك في هذا الشيء وأنبتك عني، فالعامة يقول متوكل أنا متوكل على الله، بعضهم يقول متوكل على الله وعليه، هذا غلط، وهو مقصوده الوكالة، تسمية توكلا هذا خطأ، وإلا كان وكالة. يقول سجد رجل أمام حجرة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة
فلما أنكر عليه قال هذا سجود احترام مثل سجود أبوي يوسف ليوسف، فكيف يجاب عليه؟ يجاب عنه كما سبق، كما أجابنا للصوفي الذي يحسب الشيخ ويقول إنما وضع الرأس قدام الشيخ احترام أنه تواضع. نقول له هذا السجود ولو سميته احتراما تواضعا ما دام قصد السجود للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كفر، وكونه يقول إن هذا احترام وتواضع لا يغير من الأمر شيئا، لأن العبرة بحقه المعنى ليست العبرة بالتسمية. فلو سمى الناس الخمر شراب الروح هو الخمر ولا تزيد التسمية تحريما، ولو سمى الناس الربا الفائدة أو العمولة أو الربح المركب هو ربا، لأن العبرة بالمعاني في العبرة بالحقائق. فإذا سمى هذا السجود للنبي صلى الله عليه وسلم أو للشمس أو للقمر أو للنجم تواضع واحترام فهو سجود، ولو سمى تواضع واحترام لأن العبرة بالمعنى والحقيقة لا بالتسمية. يوسف على أما سجده أبوي سجد أبوي يوسف وإخوته له فهذا السجد احترامه جائز في شريعته، هذا في شريعته، شريعة يوسف جائز شريعة يعقوب. قال لا، ولهذا رأى الرؤيا يوسف قال في أول الأمر حينما كان صغيرا قال يا رأي أبتي إني رأيت الأحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا وهو صغير. ثم بعد ذلك لما كان لما كبر وصار لما كبر وصار في وصار في خزائن تولى خزائن مصر خزائن الأرض وأتاه الناس يشيل لهم، ثم أتاه إخوته ثم أخذ أخاه، ثم بعد ذلك أرسل قميصة وقال لإخوتي ائتوني بأهلكم أجمعين، جاء أبوه وأمه وإخوته أحد عشر رجل وأحد عشر أخا وأمه وأبوه، فلما جاءوا رفع أبوه على الأرض وصاروا له سجدا، سجد حيلة واحترام لا سجد عبادة، وهذا جائز في شريعته، لكن شريعتنا أثمن الشرائع لا يجوز فيها، لا يجوز في شريعتنا السجود لا يجوز، إنما شريعتنا أثمن الشرائع منع من السجود في شريعة يوسف جائزة. ولما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم جاء اليمن وقال انه راهم يسجدون لمولس انكر على النبي قال لو كنت امرا ان يسجد احدا يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها من اول حقي عليه. فالمقصود ان السجود لا يجوز في شريعتنا، اما في شريعه يوسف ويعقوب فهو جائز، وليس سجود عباده وانما سجود تحيه واكرام. ولما سجدوا له قال قال يوسف لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل، حققت الرؤيا وقعت الرؤيا رآها وهو صغير، ثم تحققت الرؤيا وهو كبير. فلما سجدوا له بالفعل قال لأبيه يا أبت هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، هذا التأويل بما الحقيقة التي تأول إليها الشيء. التأويل أنواع، يأتي بما التفسير ويأتي بما الحقيقة التي يؤول إليها، هذه حقيقة الرؤيا وقعت. نعم. وهذا يقول ما يفعله بعض اللاعبين من الانحناء لحسن المباراة أو ما يفعله بعض الممثلين من الانحناء للجماهير أثناء خروجها على المسرح فهل يدخل هذا الشرك؟ والله يخشى إذا كان مقصودها التعويض لهم هذا يخشى، مثل ما يفعل الصوفية حينما يلقى بعضهم بعضا يرفع بعضهم البعض. بكل حال ينبغي ألا يفعل هذا ولا ينبغي له ينحني أمام أحد، هذا يخشى أن يكون للرسول عليه الله. نعم. وهذا يقول متى يكون الهوى متى يكون اتباع الهوى شركا ومتى لا يكون؟ إذا اتبع الهوى في ترك التوحيد وفعل الشرك والكفر صار شرك، وإذا كان يتبع الهوى في المعصية صار معصية، يتبع الهوى فزنى أو سرق وشرب الخمر صار عاصي، وإذا اتبع الهوى فذبح لغير الله ونذر لغير الله وطهر لغير الله صار مشرك. وهذا يقول ينكر بعضهم استعمال السحر بفك السحر ويقولون لا دليل على ذلك،
ولا لا بيع عليك ولا منع. لا ليس هناك منع. لا مباح أصل مباح استعمال السجن أي شيء يستعمل لا محذور فيه لا منع منه الأصل فيه الإباحة. السجن إذا كان في فائدة استعمل. إذا كان هناك شيء مفيد سواء في ست شارك افعله. انتظر هات الدليل على كذا وكذا. هات الدليل على أن العين يجعل فيها قطرة. إذا تأخذ قطرة صباحا هات الدليل. ما هو الدليل؟ عندك الدليل على أن العين يجعل فيها قطرة؟ ما عندك الدليل. لا هذا مباح. ما دام تجارب أثبتت أن هذا في فائدة الحمد لله. فكذا تستجدها في فائدة مستدر مثل القطرة لسبعة في عين. هذا لا دليل عليه وهذا لا دليل عليه. لا يحتاج الى دليل. الأصل فيها الإباحة. ما دام ما في محذور الأصل فيها الإباحة. نعم. وهذا يقول توجد في خارج هذه البلاد عين تقصد ويطاف بها وينذر لها وهذه العين تقع في وسط الجبال فهل لنا أن نذهب خشية ونهدمها مع العلم أنه ربما يسوى من ذلك ضرر إذا ذكرت لم يترتب على ذلك ضرر أكبر هذا مشروع مشروع طيب أما إذا كان ترتب على ذلك ضرر لا يكون عن طريق المسؤولين أو عن طريق أهل الحسبة ومن له من له قدرة وسلطة إذا كان ما يترتب على هذا الضرر أكبر وبكل حال هذا من أجل قربات رسول الطاعة في هدمها وإزالتها إذا كان ما يترتب على هذا الضرر إذا كان ما يترتب على هذا الضرر أكبر لأن بعض لأنه قد يزيد مثل هذه العين ثم يجعل غيرها يجعل معابد أكثر رد السعر هذا يترتب منكر أكبر بعض الناس إذا أنكرت عليه المنكر زاد في منكر قد إذا أزيلت مثلا هذه العين التي يطاف بها يمكن يجعل عدة وطافات وعدة أشياء يطاف بها إذا كان لا يحصل بها ضرر أو منكر أكبر فقلت مشروع وإن سلحت الضرر فلا أو منكر أعظم فلا تفعل لا بد من مشاورة فيها مع أهل مع العقلاء في تلك الديار والعلماء والصلحاء واهل الخير واذا كان هناك ايضا بعض المسؤولين في الخير لا بد ان نتساور معه وكذلك واخذ رايه وبيان هذا عظم هذا الامر يكون عن طريق الولاة الصالحين او العلماء الصالحين او العقلاء او اعيان البلاد لا بد من البصيره في هذا الامر وعدم التسرع والنظر في عواقب الامور نعم وذكرت قضية الشيخ مسألة حرق الشعر وقد أسأل ذلك على بعض الإخوة فهم يسألون عن حكم حرق الشعر إذا طلب منهم المدارس ذلك أو في الدراسة العسكرية هذا ما في شيء هذا الصوفية اللي يحرقون شعورهم يحرق رأسه تعبدا للشيخ تقرب يتقرب إليه صوفي يتقرب إلى الشيخ ثم حرق الرأس مباح فليحرق رأسه مباح والأفضل رفع الشعر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يترك شعره حتى يكون في الوصلة إلى كتفه أو إلى أذنه ولا يحق له في حد العمر قال الإمام رحمه الله هو سنة رقاء الشعر لو نقوى عليه نستخدم له جهش الله كل كتب ومشقة ومن كان الضعف والسلم لا يحتاج إلى غسل وجهد وشد فحلقه مباح فعلا حلقه مباح وقال بعض العلماء بكراهته لكن اذا كان يطعن فيه يحبه بعض الفساد والغصات هذا يخلق حتى لا يستبع منه مقصود ان هذا لا محذور فيه انما الذي يفعل الصوفيه يحرق راسه تعبدا للشرك تقرب وتعبد كما يتعبد الحاج بحرق شعره في العمره او في الحج حرق راسه مثل من الحج نعم وهذا يقول هل يدخل في شرك الطاعة ما يفعله متعصب المذاهب المعروفة من رد النصوص المخالفة لمذهبهم مع وضوحها؟ نعم قال بعض العلماء إن هذا يتعصب حتى يترك النص من الآية والحديث لقول شيخه أو إمامه قال بعض العلماء يخشى أن يكون هذا داخل حتى قال بعض متعصب الأحناف كل آية أو حديث يخالف المذهب فهو منسوخ متأول انظر الى هذا التعصب
كله يخالف المذهب فهو متأول أو مسلوخ. يعني من دون تعبد من تفكير أي آية تخالف المذهب إما مسلوخها أو تعولها، أي حديث تخالف المذهب إما مسلوخ أو تعولها. فجعل المذهب هو الأصل، والآيات والنصوص من الآية والحديث تخضع للمذهب، والواجب العكس. الأصل الدليل هو الآيات النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، والمذهب يخضع للآيات. إذا وافق المذهب النص أخذ، وإن لم يوافق طرح وطرح هل هو أصل. لكن هؤلاء المتعصبين عكسوا الأمر فقالوا الأصل المذهب، وإذا جاءت آية أو حديث يخالف المذهب فهو إما منسوخ أو متعلم. هذا من البلاغ المختار. نعم. وهذا يقول ما حكم الله تعالى يقول إنما كان قول، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم على الأمر. قال الإمام أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة في الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه كون من الزين فيهنه. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. يقول ما حكم من يتعلم علم الأوراق كالجد والميزان ومن يراه في المجلات لأن يدعوا وقت حالة صاحب هذا البرج، وهل يجوز اقتناء الجرائد والمجلات التي تحتوي على هذه الأشياء إذا كان يتعلم هذه يدعوا على من غير أو يتعلمها مثلا ويستدل بها على السعادة أو السقاوة أو النحاسة أو على المرض فهذا من التنجيم عن التنجيم. أما إذا كان يتعلمها الحروف الأبجدية حتى يتهجاها لاكتساب الجمل الذي معرفة الوفيات وفيات الأئمة والعلماء أبجد هول حطي سلما تعرف قرأت السقة ضمة هذه الحروف الأبجدية. إذا كان يتعلمها مثل الألف واحد والباء اثنين والجيم ثلاثة حتى يصل إلى عشرة ثم الكاف عشرين بعضهم ضبط وفيات الأئمة الأربعة الحروف الأبجدية. قال فنعمانهم قائم وطعط لابن مالك وللشافعي ذر ورامي لابن حنبل. نعمان أبو حيث نما قائم النون مثلا أربعين والقاف مئة والألف واحد مئة واحد وأربعين مثلا. وطعط لابن مالك الطاء مثلا تسعة والعين ستين أو سبعين نسيت والقاف مئة مئة وسبعين وللشافعي ذر الدال أربعة والرابع شيء خليفة الشافعي مئتين وأربعة ورام لابن حنبل الإمام أحمد راء مئتين والألف واحد ومئة وأربعين مئة واحد مئتين واحد وأربعين. هذا ضبط وفاية الأئمة بالحروف الأبجدية لا بأس، لكن تعملها لهذا ضبط الوفيات أو ولادة بعض العلماء تهجي لا بأس. أما إذا كان يستعملها ليدعي بها أيضا غير أو يعرف بها النحاسة والتعاسة والسعادة والشقاوة ويعرف حظه أو ما أشبه ذلك هذا من التنجيم المحرم. وهذا يقول ما رأيكم في من يسمي عبادة القبور والذبح لها شيخا بدائيا أو سالكا؟ ها؟ إيش يسمي؟ يسمي عبادة القبور والذبح لها شركا بدائيا أو سالكا. شركا بدائيا أو سالكا الشرك محرم. الشرك تسمية بدائي أو سالك هذا تسمية خاصة به، يعني مقصود أن هذا شرك الأول. أما شرك المتأخرين هذا يعبد الأشخاص ويعبد الرؤساء أو النساء أو الصلاة هذا الشرك، هذا الشرك المتطور. أما طواف القبور والذبح لها ونذهب شرك بدائي هذا أصلح له، هذا الشرك هذا الشرك أهل الجاهلية. التسمية لا تغير من أبي شيء سواء شرك بدائي هو شرك سواء سمى بدائي أو غير بدائي. نعم. وهذا يقول توجد عين يأتي إليها الناس يغتسلون بها ويلقون ثيابهم بعد ذلك وقصدهم بذلك التطبق، وعامة من يأتيها من العوام فهل ينكر عليهم وما حكم ذلك؟ نعم ينكر عليهم إذا كانوا يعتقدون أن فيها الشفاء لذاتها، إذا كانوا يرون أن فيها الشفاء هذا مثل التبرك. التبرك يتأثر من البركة منها ذاتية، هذا الشرك الأكبر. أما إذا كان يعتقد أنها سبب وأن الله يجعل فيها الشفاء هذا الشرك الأكبر. لكن بعض الناس يقول ان هناك بعض يكون فيها مواد
مالحة ولا تفيد من هذه الجهة، لا لأنها كافية بنفسها ولا لأنها سبب، بل يستفيد من الأملاح التي فيها أو المعادن التي فيها. هذا شيء آخر، أما إذا أعتقد أنها سبب هذا شيء آخر، إذا أعتقد أنها تشفي بنفسها لا تشفي بنفسها. هذا يقول: أنا شاب يقارب عمري 16 عاما، وأنا متعلق قلبي بالجهاد، ووالداي يمنعاني وحب الجهاد يزداد شيئا فشيئا، فماذا أفعل لوالدي حتى أقنعهما بالذهاب إلى الجهاد؟ الحمد لله، لا ما دام منعك فامتنع، لأن الذي يفصل المسألة له رجل في الجهاد فقال أحيي والدك، قال نعم، قال ففيهما فجاهد، لأن الجهاد فرض، الجهاد استحب فرض كفاية، وبر والديك فرض عين، فرض عين مقدم على فرض الكفاية. نعم. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفق الله جل وعلا، الله أعلم، محمد وعلى آله.